في دراسه رسميه صادره عن لجنه التجاره الفيدراليه بان وسائل التواصل الاجتماعي بتراقب المستخدمين وبتربح المليارات من معلوماتهم الشخصيه. يعني على فكره احنا ما كناش متفاجئين، هو احنا كنا عارفين ان انتوا بتراقبونا وبتتربحوا من ورانا، بس مش عارفين نعمل معاكوا ايه بصراحه. وبعدين يطلع لك علشان تدخل على اي اب كلام كتير قوي، وعلشان تباس الستيب دي لازم تأجري واجري بقى، شوف انت الحاجات الصغننه دي اللي احنا ما عندناش وقت نقراها. فيعني دلوقتي اكتشفوا الامر بعد ايه يعني. بيقولوا يعني مكمله الخبر مع حضراتكم بانهم فشلوا في حمايه المستخدمين عبر الانترنت بشكل كافي، وخاصه الاطفال والمراهقين، وده يا احبائي اخطر ما في الموضوع يعني. الا ان في توصيات بقى، يعني هم خرجوا بتوصيات لصناع السياسات والشركات، بما في ذلك ينبغي على الكونجرس ان يقر تشريعات فيدراليه شامله للخصوصيه، ينبغي للشركات الحد من جمع البيانات والاحتفاظ بيها، والحد من مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. يعني أنت خدت بياناتي علشان أدخل أو أستعمل الآب دي، فيش داعي بقى تنشرها لحد تاني، فيش داعي يعني ألاقي معلوماتي في حتة تانية، يعني حاجات غريبة يعني. بينبغي للشركات حماية خصوصية الأطفال، وأن تدرك أن المراهقين ليسوا بالغين، وأن توفر لهم حماية أكبر للخصوصية. هو ده الأهم وده اللي احنا بنتمناه. أمين. نيجي الموضوع مهم طبعا، بما ان خلاص يعني ثانكس جيفنج قربنا وبعده الكريسماس وكوفيد اللي منتشر جدا، يقولوا اللي يقولوه بس فعلا في حالات كتير، ربنا يحميكم ويحمينا يحمي الكل يا رب. الا انهم قرروا ان الشهر الجاي حضرتك ممكن تدخل على الموقع اللي هو covidtest.gov وتقدر تطلب التيست الفري بتاعك. هما بيدوا لكل أسرة 4، فمن حقكم أنكم تخشوا على الويب سايت ده. يعني اللي محتاج مساعدة يتصل بيا وأنا تحت أمركم، أنت هتخش على الموقع وتطلب، هيجي لك فري لحد البيت من غير أي مصاريف تانية. ربنا يحمي الكل يعني.